عجبني بس حاب غير اللون، لون الخشب عادي. ايه؟ الحبات لا ابغاهم مثلا كامله، يعني تتحكمون في الاكسسوارات، نتحكم فيها سهل. هذا شكله ستاندر، هذا ستاندر، بس الاغلب بياخذون العماير. اي اوكي بستيل. طيب الان لو الاكسسوري هذه الفرق هذا ديكور، هل هناك في فرق كبير بين نفس القيمه بين الستايل ستيل هذا؟ احنا حاليا عاملين انه نفضل بسعر الذهب، بس عندك هذيك خشب جوز، هذه خشب جوز غالي علينا، تكلفنا زيادة 4000. يعني هذا القيم ترى بتحطه في محل 4000 هذا. واللي هو السنديان، وين السنديان اللي هناك؟ هذا إيه أوكي. وفي عندك هنا واحدة فيها رسم بالراوتر، هذاك هو هذا كم هذا؟ هذا زيادة 2000. مو كثير يعني زين. لا يعني فرق تكلفة وليس أي. وهذه تقريبا يمكن تكون نفسها. هذا نفس السعر. لا نفس الدخل، نفس الشيء، نفس الستانلس ستيل. نفس الستانلس ستيل، نفس هذا خشب بي في سي. هل بي في سي؟ أنا أعرف إنه مو خشب، بلاستيك. في طب دبليو بي في سي، هذا اللي يكون خشب وبلاستيك. أيوة. بس هذا بي في سي. هو بيكون. هذا بلاستيك يعني. هذا الطبقة الفوقانية بلاستيك، اللي تحتها خشب. أي أوكي. طيب هذا نفس السعر الستال هي ستيل؟ نفس تقريبا نفس السعر الستال. زين وش بعد؟ نروح نشوف الموتورز بالله. هذه المسكات طبعا وين اللي يجمعها الستاندر؟ اي كابينه بتختارها، اي مسكه بتختارها براحتك. نفس مع اوكي قيمتها واحده. هذا كمان تجربه الشركه او الغرفه التجاريه. شوف اي وش بعد عندهم؟ هذا الشيء هذوليك بتختار مثلا تغيير لون الخشب، لون الامور هذه كلها من هناك. ايوه الخشب اللي هو خاص بالكابينه. ايوه وفي عندك ديكورات للبيبان خارجي يعني مثل هذا. في عندك الاسلامي، في المربعات. نفس الابواب، نفس الابواب يكون فيها. أيوة. اللي هي تفتح هذه يكون. أيوة. فيها خيارات. ايوه جميل حلو. تركب معها هذه اطار، هذه اضافه لنقط. وين اللي هنا؟ هذا الايطالي، هذاك الايطالي بيركب. وهذه الفضي والذهبي مع الذهبي. وهذه الشيء هذه اكسسوارز يعني اي زياده فيها اضافه، بس شغل محلي هذا ولا تركي؟ لا كله ايطالي. كله ايطالي. اوكي جميل. هذا الجيرلس هالحين او هذا الجيرلس فرنسي، وهذا ضغطات فرنسي. اجا وين الايطالي اللي يجيك كله؟ هذيك اوكي يعني هذه بس فرنسي. هذول فرنسي لانه هذا مصعد فرنسي بالكامل. هذا اللي تتكلم عنه الباكج كامل يكون. إيه؟ كامل فرنسي. لا حتى التباين حلوه، حتى الكابينه تجي معه كامله. لا هذا التباين ما هي هذا يوناني. هذا دوبلر يوناني، هذا فرنسي بس الكابينه احنا مسويين. مسويين هنا. تجي الكابينه كامله حطينا عليها ديكورات تاكسيات. ايوه هذا اللي تتكلم عنه ال 120 الف. طيب اوكي نشوف اللي احنا نتكلم عنه اللي هو اللي هذا شكله الجيرلس. ماكينة البرت ساسي ايطالي، تجي 450 بس 130 كيلو تشيل. هذا اللي تثبت فوق. ها هذا فوق يركب قاعدة له كرسي ويركب عليها. طيب البورد وين البورد حقته اللي هنا؟ كنترول يعني الكنترول فوق. وهل هي تكون مقابلة له ولا بتكون جنبه في الدور الأخير؟ بس تجيك شوي ثواني خليني اجيب لك العرض. اي والله الله يعطيك. هذه كباين كلها طبعا شغل محلي. احنا الحين الموتورز والكنترول بانل اللي يتحكم اللي فوق. العقل المدبر او العقل المفكر الصنصير هو
ايطالي والموتور ايطالي الجيرلس كل شيء ايطالي عدا الكباين على حسب كلامكم. نشوف الاسعار بعدها نتكلم. كتالوجهم طبعا